كلب آلي يرقص ويركض ويقطع المسافات، يطيع الأوامر والتعليمات. عبر تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي يصبح حيواناً أليفاً رياضياً ويمكن اصطحابه إلى النزهات. لديها القدرة البصرية وأجهزة الاستشعار حتى تتمكن من استشعار البيئة المحيطة، ويمكنها التنبؤ بمدى الاحتكاك مع الأرض لضبط الخطوة والتكيف مع البيئة. هذا الكلب الآلي يتحرك بسرعة 15 كيلومترا في الساعة ويمشي كجرو متحمس، وهو الأسرع في الأسواق حاليا. يعتمد على 4 أرجل معدنية تجعله أكثر ثباتا على الأرض وقادرا على الركل بحرية. وفي الشهر الأول من المبيعات تقدم أكثر من 1800 شخص لشراء الكلب، على الرغم من سعره الباهظ الذي يبلغ 2400 دولار. لقد تلقينا أكثر من 1800 طلب في غضون شهر واحد. تأتي الطلبات أساسا من المطورين ومحبي التكنولوجيا وكذلك الأطفال الذين يبدو أنهم يحبونها حقا. جهز هذا الكلب الآلي بكاميرات ذكاء اصطناعي، وهي تقنية تتيح له إنشاء خريطة ثلاثية الأبعاد لاكتشاف محيطه. ومن المخطط إجراء تحديثات للبرامج المستقبلية لإضافة نباح الكلب وربما أصوات بشرية لإتاح إجراء محادثة بين هذا الحيوان الأليف والمالك، وخاصة لذوي الإعاقة. نحن نستكشف طرقا لمساعدة ذوي الإعاقة وخاصة المعاقين بصريا لدعمهم لعيش حياة أفضل. عندما يكون الكلب الآلي قادرا على الرؤية والسمع والحوار أيضا، يمكنه التفاعل بسهولة مع الأشخاص المعاقين وقيادتهم إلى السوبر ماركت أو الحافلة. تعمل الصين على استثمارات ضخمة في مجال الروبوتات والذكاء الاصطناعي، وتستخدم أحيانا روبوتات مثل هذا الكلب الآلي لاستعراض قوتها وقدراتها، كما تستعمله في المطاعم وتوصيل الطرود وأخذ مسحات اختبارات الوباء أحيانا أخرى.